مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات يرعى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كأس السعودية. أهلا بكم يا سيدي في ميدان المؤسس، ميدان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، وأنتم تسلمون كأس السعودية في هذا اليوم. يسلم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز كأس السعودية إلى هيرو ريس من خلال فوز البطل بنثلاسة بكأس السعودية. ألف مبروك للأصدقاء اليابانيين هذا الانتصار، وأول انتصار بكأس السعودية في تواجدهم المدرب أيضا العالمي يوشيتو ياهاغي الذي قدم اليوم بنثلاسة بهذا الأداء، انتصار رائع وانتصارين اليوم لهذا المدرب. اليوم أيضا الخيال يوتاكا يوشيدا الذي امتطى بكل احترافية الجواد البطل بنثلاسة. ألف مبروك. إذن يستلمون كأس السعودية من يد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصورة للتاريخ تسجل للأصدقاء اليابانيين بكأس السعودية ويتسلمونها من يد طويق سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. ألف مبروك، شكرا لك يا سيدي على هذا الحضور وهذا التواجد.